السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات نصف نهائي البطولة العربية للأندية والقنوات الناقلة والمعلقين بإذن الله تعالى. المباراتين يوم الأربعاء 9/8/9 أغسطس 2023. المباراة الأولى مباراة نادي الشرطة العراقي أمام نادي النصر السعودي، المباراة ميعادها الساعة 6 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة السعودية والعراق، كمان توقيت العراق والسعودية هو نفس التوقيت الساعة 6 مساء، توقيت مصر ومكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة معادها الساعة 5 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا، والساعة 7 مساء توقيت الإمارات سلطنة عمان. المباراة الثانية أو يعني الأول مباراة الشرطة أمام النصر، القناة الناقلة قناة اس اس سي سبورت 1 HD والمعلق المتألق رؤوف خليف. المباراة الثانية مباراة الهلال السعودي أمام الشباب السعودي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، توقيت السعودية طبعا 9 مساء، توقيت مصر ومكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة معادها الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 7 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. قناة ناقلة المباراة قناة اس اس سي سبورت 1 HD والمعلق عيسى الحربين. متابعينا الكرام اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.